الوليدة معي الوليدة يا في وليدة الله يعطيك الخير الله يفتح عليك الله يعطيك الخير الله يفتح عليك الله يرحم بمناسبة رمضان الأبرك فكرت منظمتنا ما أنها تنظم واحد العملية ديال الإفطار عبر السبيل تحت عنوان لنروي الظمأ. هذه العملية استفد منها 250 شخص عبر سبيل في مدينة الرباط. من بعد ما جمعنا التبرعات سواء العينية أو المادية من يعني من المحسنين ومن الأعضاء استطعنا أننا نجهزوا الوجبات اليوم في العشية، فكان توزيع انطلاقا في مباشرة بعد أذان المغرب. قبل بواحد الأسبوع يعني يوم اثنين تم الإعلان عن هذا النشاط، فحددنا الحاجيات اللي غنحتاجوها في هذه الوجبات هذو، فمباشرة تم توفير ديالها من طرف المحسنين ومن طرف الأعضاء أيضا. كانوا جاونا تبرعات عينيه، يعني كاين اللي وفر داكشي عيني كاين اللي وفر داكشي مادي. اليوم كانوا المشتريات وكانوا اعداد ديال الوجبات، وكما كتعرفوا يعني في الشهر ديال رمضان تيكون المحسنين اكثر جود واكثر عطاء في الشهر المبارك. الاجواء ديال الصراحه مزيانه، ففرقنا يعني توزع داكشي على مجموعه من السيارات، يعني خرجنا 10 سيارات تفرقنا على مجموعة من المناطق في مدينة الرباط، القامرة، يعقوب منصور، لوسيون، يعني مجموعة من المناطق في مدينة الرباط. دار كلشي وزع الحصة اللي كانت عنده، والحمد لله. اللي كنبغي نقول هو ان خاصني فعاليه المجتمع المدني تستغل فرصه شهر رمضان انها دير بحال هذه المبادرات هذو. فكاين مجموعه من من, من 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 الاشخاص يعني تيكونوا يعني بصح يعني تقطع بهم الحبل في الشارع، يعني اذن هذا المغرب، فكان خاص اللي يفطروا، وهذا يعني في اجر عظيم. فنتمنى انه او ملتمس من جميع الجمعيات انهم يقوموا في مجموعه من المبادرات بحال هكا، يعني بشكل يعني كل جمعيه دارت، انا كنظن بشكل يومي غادي نوفروا الافطارات للفائده عبر السبيل. صراحة هذه المنظمة معروفة بزاف بالأعمال الخيرية ديالها، وأنا ماشي أول مرة غادي نشارك في بحال هذه الأعمال الخيرية، ولكن هذه المرة كانت استثنائية بحكم أنه زعما النشاط دوزناه في أجواء زوينة بزاف مع الأعضاء ديال المنظمة. ما لقينا الحمد لله حتى شي مشكل لا في جمع التبرعات، كانوا تبرعات مادية وكانوا تبرعات يعني عبارة عن أكل، والحمد لله ما لقينا حتى شي مشكل. وهذا هذه ماشي آخر نسخة، الحمد لله هذه الله النسخة الأولى، ومازال نسخ آخرين الحمد لله. وإن شاء الله كنتمنى أنه حتى النسخ الجايين يمروا في ظروف كما مرت النسخة الأولى. أنا كنآمن أنه الشباب كاملين عندهم حس العمل الخيري، فخاص غي يقلبوا عليه ويقلبوا على المنظمة أو الجمعية اللي تكون اللي يلقوا فيها راحتهم واللي تكون كتهتم بهذا الشيء. والحمد لله انا لقيت هذه المنظمه اللي هي منظمه نماء، واللي فرحانه بزاف بتواجدي معها، وكنبغي نشكرهم كاملين. كنبغي نشكر صحابي الاعضاء، اعضاء المكتب، زعما الحمد لله ما كيخليوناش نحسوا انه كاين فرق ما بين اعضاء المكتب وبين الاعضاء العاديين، وكنبغي نشكرهم بزاف ونقول لهم انني فرحانه بزاف حيت انا معكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.